قرر 9 صحفيين من دار الصباح الدخول في اضراب جوع ابتداء من نهار الاثنين بعد ما اعتبروا ان اللقاء اللي تم مع المستشار السياسي لدى الحكومه السيد لطفي زيتون غير مجدي. اللقاء جاء بعد الوقفه الاحتجاجيه اللي تعملت اليوم في ساحه الحكومه واللي تبعتها كاميرا قناه نسمه منذ بداياتها في مقر دار الصباح. تيسير عطيه. اليوم انا استغرب واشرب واستنكر كيف الهيئات الرسميه تحترم نفسها في بلد الثورة اللي تبالي بحرية التعبير. هما صحفيين وتقنيين حبوا يتنفسوا الحرية ورفضوا تركيع أقلامهم وتسييسها، وأرادوا أنهم يحافظوا على حرية الصحافة وقدسة صاحبة الجلالة. على هذا رفضوا التعيين المسقط على جريدتهم واللي جاء في شخص المدير العام لطفي التويتي، واليوم عشنا معهم التحذير الآخر تحرك قبل التصعيد في اتجاه أنه الحكومة تسمعهم وتتراجع على التعيينات هذه. احنا نحضروا في شعارات باش نرفعوهم اليوم امام قصر الحكومه بالقصبه، شعاراتنا يعني العاديه اللي تعكس مطالبنا المشروع والغير مسيس. في ساحه الحكومه وقف الصحفيين ورفعوا شعاراتهم اللي جات بمسانده النقابه الوطنيه للصحفيين. انا وجودي اليوم هو تاكيد لتبني النقابه الوطنيه للصحفيين الكامل لقضيه زملائنا في دار الصباح. توا صافي اموات والحكومه قافله سوق دوغي واحنا قاعدين ننازلوا عندنا شهر وقاعدين في السيتين نتاعنا وهي ما تلفتتناش بالكل. وبعد مماطلات وتعطيلات قرر لطفي زيتون المستشار الاعلامي لدى الحكومه انه يقبل مجموعه من المحتجين باش يحكي معاهم، والمجموعه اللي تبقات رجعت لمكاتبها على خاطر عندها هاجس هو جريده غدوه. وجودنا هنا كأبناء دار الصباح بعد وقفة احتجاجية دامت أكثر من ساعتين في مقر الحكومة بالقصبة هو أكبر دليل على أنه أبناء دار الصباح يعتصمون من أجل الدار ويشتغلون من أجل الدار. احنا صراحة استوفينا كامل الطرق الاحتجاجية السلمية والقانونية خلال فترة اعتصامنا، والخطوة القادمة هي التصعيد التصعيد ثم التصعيد. قضية دار الصباح بدأت تاخذ بعد آخر وبدأ السياسيين يتعاملوا معها بدبلوماسية، الشيء اللي برز في تحفظ المتفاوضين مع لطفي زيتون علي قالت له المناقشات بدعوى أنه المطبخ الداخلي للجريدة وأنهم وعدوا المسؤول بعدم التصريح الوسائل الإعلام باللي توصلوا له، لكن تجري الريح بما لا تشتهي السفن والمفاوضات كانت عقيمة، الشيء اللي دفع بتسعة من الصحفيين أنهم يقروا الدخول في إضراب جوع ابتداء من نهار الاثنين حتى تتم الاستجابة للائحة المهنية.